حلقة جديدة من برنامج لصاف على شاشة العربي 2. أهلا بكم مشاهدينا وتحية لك منى. تحية لك رشيد، تحية لجميع المشاهدين. نواكب كالعادة مواضيع ثقافية وفنية وتتابعون في حلقة اليوم. نجوم في السماء، معرض كاريكاتير للفنان المصري عامر فهمي في باريس. شخصيات عامة ومشاهير بمنظار الفن الساخر. بمشاركة 300 مثقف، ندوات فكرية ولقاءات أدبية في منتدى أصيل الثقافي. والمنتدى يناقش تحديات والأدوار الممكنة للنخب العربية في المهجر. وفي العاصمة تونس، الدورة الخامسة من مهرجان سينما للفنون. أفلام سينمائية تتناول موضوعات الفنون الأخرى. كانت هذه أبرز المواضيع. بداية حلقتنا ستكون مع معرض الكاريكاتير نجوم في السماء. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. بعد روما ولندن، حط فنان الكاريكاتير والبورتري المصري عمرو فهمي الرحال في العاصمة باريس، حيث يستضيف المركز الثقافي المصري أعماله ضمن معرض بعنوان Stars in the Sky، والذي يستمر حتى 24 من أكتوبر الجاري. بالفعل يتميز هذا الفنان بنشاطه المتواصل، وحتى وهو يجول في مختلف المدن يضيف في كل جولة شخصيات جديدة إلى معرضه. بالفعل رشيد، يعني ففي إيطاليا أضاف عمرو فهمي إلى مجموعته المصرية لوحات لمشاهير إيطاليا أمثال ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو، وأيضا مغني الأوبرا بافاروتي وغيرهم. وبرزت في معرض لندن لوحات للملكة إليزابيث وتشارلي شابلن وغيرهما. كذلك ضم معرض باريس بورتريهات كاريكاتيرية لنابليون بونابارت والرئيس شارل ديغول والفيلسوف جان بول سارتر والممثل ألان ديلون، وكذلك لاعب كرة القدم المعروف كيليان مبابي وغيرهم من الأسماء، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية النادرة التي تلقي الضوء على موضوعات اجتماعية وسياسية بصورة ساخرة بسيطة يفهمها المتلقي بسهولة ويسر، وبأسلوب الكاريكاتير الذي يصل إلى فئات المجتمع كلها. انطلق عمرو فهمي في عالم الرسم في سن صغيرة بتشجيع من كبار فناني الكاريكاتير مثل الراحل مصطفى حسين. اهتم برسم نجوم مصر في البداية من فنانين وعلماء وشخصيات أثرت الحياة الثقافية والعلمية والفنية أيضا. نعم، وألف كتبا تضم أعماله قدمت لها شخصيات بارزة مثل العالم المصري أحمد زويل، كما ساهم في تأسيس متحف الكاريكاتير في مكتبة الإسكندرية. وها هو يتجول بأعماله في العواصم الأوروبية ويضيف إلى رصيده شخصيات عالمية لفتح أفاق أخرى أمام تجربته الفريدة. نعم، ومن باريس نلتقي فنان الكاريكاتير والبورتري عمرو فهمي للحديث أكثر عن تجربته الفنية. أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا بك أستاذ عمرو. يعني تعرض اليوم مع حضراتكم يا فندم، سعيد جدا ان حضراتكم النهارده. الثقافي تعرض اليوم في المركز الثقافي المصري في باريس مجموعه من اعمالك بعد روما ولندن. لماذا التركيز على البورتريه، وهل تعتبره فنا يعني بحد ذاته ام كاريكاتير صحفي، بما ان اعمالك تنتشر يعني او تنشر في صحيفه مصريه؟ هو أنا ليا كتب كتير زي ما حضرتك قلتي، ففي من ضمن الكتب كتاب اسمه الكاريكاتير الفن المشاغب أصوله ومدارسه. وصلت إن هو إن الكاريكاتير أساسا أصله فن فرعوني للمصر القديم.
في بعض البرديات وبعض الجداريات مرسوم عليها، يعني مثلا تلاقي الأسد قاعد بيلعب الضامة حاجة زي الشطرنج كده مع الغزال، ده كاريكاتير. إيه حالة السلام والوئام ما بين الفريسة والصياد عشان يلعبوا مع بعض لعب زي كده؟ تلاقي مجموعة من القطط ماسكة زي سيرفيس كده في احتفال، وفأر يجلس على كرسي العرش وهم اللي بيسرفزوا، هذا كاريكاتير. وهكذا في حاجات كتير. ففن الكاريكاتير فن مرتبط بنبض الناس بشكل يومي. في جريدة الأخبار بقدم الشغل ده. بالنسبة لحضرتك بتقولي فن الكاريكاتير، فطبعا فن وعريق. الفكرة جات لي إن هو حكاية ستارز إن ذا سكاي، بعض الشخصيات الموجودة خرجت من الحيز الجغرافي اللي هي متواجدة فيه، لأن كل البلاد لها حدود جغرافية معروفة. ففي ناس بتشتغل وتجتهد على نفسها لحد ما بتبقى تخرج من هذا الحيز الضيق وبتبقى ستارز إن ذا سكاي. قدمت مجموعة مصرية أنا رسمها معايا على أساس أن أنا أخدها معايا كسفير لبلدي من القوى الناعمة. جايب معايا نجيب محفوظ واخد نوبل، في أول عربي ياخد نوبل في الأداب. نجيب محفوظ بقى وأحمد زويل نوبل. أنور السادات رسمه برضو نوبل. مو صلاح لازم طبعا يبقى موجود، ده السفير برضو اللي هو الكروي بتاعنا. ومجموعة كبيرة، سيد درويش، ومجموعة كبيرة من الشخصيات، داليدا، واحتفوا بيها هنا بشكل رهيب، هي وعمر الشريف، نعم. لأنه كانوا متواجدين هنا بشكل شبه دائم. فده بقول ده اللي عندنا. فكل بلد بروحه زي ما حضرتك تفضلتي، لما رحت بداية المعرض في روما رسمت بقى بافاروتي أشهر مطرب أوبرالي، رسمت مايكل أنجلو، رسمت دافنشي، رسمت صوفيا لورين، رسمت الباتشينو لأنه من أصل إيطالي. يعني واضح التيمة أستاذ، بتاعت أستاذ عمرو، أنك في بتاع كل مدينة فازر. تحط فيها الرحال تبحث عن تلك الشخصيات التي هي نجوم بالنسبة لك في السماء. يا ترى باريس بماذا أوحت لك، أو من هم نجوم باريس الذين تعتقد أنهم يستحقون يعني ريشتك وأن ترسمهم؟ يعني نعرف أن هناك بعض البورتريهات التي رسمتها، لكن ما الذي جذب انتباهك إلى هذه الشخصيات؟ الشخصية الأولى لا نابليون بونابرت ولا الشخصيات الشهيرة دي، لا اللي هو شامبليون، لأن شامبليون كان مفتاح السر لفك رموز الحضارة المصرية. فده شيء يعني بديهي أن أنا أرسمه وأكرمه في المعرض بتاعي. والغريب أن البوسترز الوحيد اللي نفد هو بتاع شامبليون، اللي خدوه الجاليات وبعض الممثلين السفارات المختلفة. خلص. فإذا ده كان من الشخصيات المهمة. الشخصية الثانية كانت شارلي ديغول، لأن هو كان مقرب ومحبب للمصريين، وخاصة الفترة الزعيم جمال عبد الناصر وهكذا. فكان في تقارب جاي برضو بعد ثورة وهكذا. فمارشال كده له قيمته التاريخية ووقاره، كان من الحاجات الجميلة. برجريت باردو طبعا ما ننساش قطة السينما الفرنسية، بي بي، فعملت لها بورتري برضو لطيف يعبر عن المضمون بتاعها والمحتوى اللي كانت بتقدمه. وطبعا لاعب الكرة الشهير مبابي، والمفكر العظيم سارتر، لأنه برضو كان جه في زيارة جميلة لمصر وكان في احتفاء رهيب بيه. لأن أنا زي ما بقول لحضرتك دول خرجوا من النطاق الضيق وبقوا يعني ستارز ان ذا سكاي بالنسبه لي وبالنسبه لغيري. الشخصيات دي افادت البشريه. يعني من هنا يعني لماذا التركيز على رسم شخصيات شهيره او نجوم في مجالهم؟ يعني هل تقصد الابتعاد عن السياسه نوعا ما بالتركيز على هذه الشخصيات؟ الشخصيات دي معظمها سياسيه، زي نابليون وزي ديغول وزي انور السادات، ويعني في ورسم تشرشل ورسم، نعم، في مجموعه كبيره جدا من السياسيين. بس الاكثر ولكن برضو الاكثر هناك هم يعني نجوم كاريكاتوريه. السينما نعم. لا المجموعه كبيره تضم اكثر من 45 عمل فني، ده بس يمكن المحصور في الميديا اللي هم المشاهير. بجانب هذا عامل بعض رسومات الكاريكاتير بتعبر عن الواقع اللي احنا عايشين فيه، يعني مثلا رسم حاجه على الارهاب، دبور صغير كده
والكرة الأرضية رأسها كبيرة وكلها كدمات وتقريص والتهابات، وهو بيحاول يضربه بحاجة بسيطة كده زي مضرب الذباب، نعم ولكن مش عارف يتحكم فيه. الكرة الأرضية انتشر فيها هذا الوباء مع أنه شيء لا يذكر. فده كان من الكاركتير اللي كان مهم. الصين وأمريكا الاثنين قوى عظمى كده، الكاوبوي والشبيه بالساموراي رغم التاني ياباني، ومع ذلك حاجات ضخمة كده خابطين في بعض، فالكرة الأرضية ربما متعورة وعينيها أستاذ ورمة، عمر، بيحاول يحجز ما بين هذا الاثنين. يدفعني لسؤال. بالفعل حين نرسم كاريكاتير يحمل فكرة معينة، هناك فكرة واضحة أو نستطيع أن نفهم هذه الفكرة من خلال بعض الإشارات والملامح وما إلى ذلك، لكن حين يكون بورتريه لشخصية ما معروفة، كيف نستدل أو كيف تستدل أنت كفنان لمفتاح هذه الشخصية لتظهر السخرية لنقل في هذا البورتريه؟ يعني هل هناك مثلا يحضر الأنف، مثلا أسنان هذه الشخصية التي تقودك إلى هذا الرسم؟ ما الذي يقودك لهذا الجانب الكاريكاتوري في الشخصية؟ من أين يأتي الإيحاء لنقل؟ الشخصيات اللي انا برسمها عامه، حتى لو رجل الشارع العادي، لازم يكون معبر، لازم يكون في شيء ممكن اطلع منه الفكره. يعني انا اقعد على المقاهي اشوف الانسان البسيط اللي ماشي، ممكن يكون شايل حاجه تقيله فتلاقي كتفه نازل كده شويه، وفي جو حر عامل كده جريده. يعني في بعض المشاهد كده بعمل لها سكتشات سريعه وبتعلق بالذاكره البصريه، عشان لما اجي انفذها بعد كده في اي موضوع كان بيتحط. بالنسبه لسارتر مثلا، انا رسمه كان طبعا الغليون بتاعه شهير جدا، لازم يبقى متواجد معاه، قاعد على كافيه فرنسي، ترابيزه مدوره صغيره، جنبيه كتاب ضخم يدل على الفكر والثقافه والعمق، وفي نفس الوقت اللي هي كشغل اكاديمي، والجورنان متطبق جنبه هتلاقيه موجود، بحيث ان هو ابديت، لازم يعرف ايه اللي موجود، وفي ايديه القلم ان هو مستمر في العمل. فبعض العناصر لكل شخصية بتبقى هي اللي بتحطها في التكوين المناسب له، زي أنور السادات مثلا، رسمه جديد في المعرض ده، بضيف برضو كل مدى شخصيات، كان دايما بيروح يقعد في وادي الراحة في سانت كاترين، ده بيفكر وهكذا، رسمه في صحراء تماما وعلى حمامة السلام على كتفه. نعم، يعني وهنا تأتي التقنية. تقنيا كيف ترسم؟ هل تدمج بين القلم والألوان الزيتية والمائية؟ يعني هل تعتمد أيضا على الوسائل الرقمية أو الصور الفوتوغرافية؟ ده سؤال مهم جدا، لان انا اولا انا لما بعمل بس الكاريكاتور اليومي في الجورنان، انا بجيب ورق عادي قطن قرش بيترسم عليه بالووتر كالر، لان ده شغل صحافه سريع، بيتعمل تحبير وبعد كده بيتلون بالووتر كالر. بعد ما بيخلص وبيتنشر، انا باخد الاصل عندي بسحبه من المطبعه، بقى عندي حاجه اوريجينال، فبتتبروز وبتتحط في معرض، وناس ممكن بتيجي تقتني هذا العمل. الشغل الرقمي ده جاست مجرد برنت، تك على برنت، فهنا كقيمة فنية في التنفيذ فقط، لكن في النهاية مش ممسوك أو محسوس في إيدك شيء أوريجينال ممكن يبقى له قيمة تسويقية أو إن هو يتباع. فأنا ماشي على السكة بتاعت الأولد سكول، لازم يبقى في اللي هي المدرسة الشغل القديمة. الكلاسيك في الأداء. بالنسبة بقى للبورتريهات، طبعا فن الكاريكاتير يبان إن هو أصلا فن حديث، على اساس ان هو منتشر في الصحف، فبالتالي الجورنال مش هيستناك انك تعمل اويل بينتينج او كده، فووتر كالر بسرعه بحبر اعمل فكره، زي الكلب اللي قلب الدنيا ده، اللي عمل اللي طلع الهرم ده واتصور، وكل وكالات نعم الانباء صورته وانتشر بشكل فظيع. فطبعا ايه، طلع الكلب ونزل، فالكلب واقف كده، ففي حد كده حارس يعني بيكلمه، بيقول له ده انت وقعتك سودة وعمرك ما، واللي بتوع السوشيال ميديا دول مش هينفعوك، انت عارف ان انت لما تطلع الهرم دي مخالفه وهتدفع 100 جنيه 100000 جنيه وحبس شهر، غرامه شهر. يعني كل الناس منبهره، ممكن حد تاني يخرج خارج السياق ويتسلق هرم، فده في مخالفه 100000 جنيه وشهر حبس. فانا ببحث على الحاجه اللي ممكن تبقى مش موجوده. بالنسبه وتبعد للبورتريه عنك انا عملت الحبس حاجه ايضا جديده، فن استاذ حديث عمرو. برسم. يعني ان ترسم بحذر ايضا ابعد عن الحبس. لا شر على الله كل حال، وبعيد. لا لا نتمنى نتمنى ان ترسم، ان يرسمك يعني، لا نعرف، فنان كاريكاتور، لترى انت بنفسك ما هو الكاركتر الذي تبدو عليه. شكرا جزيلا.
جزيلا على هذه الإضاءة حول فن الكاريكاتير وحول هذه اللوحات الجميلة. الفنان عمرو فهمي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أشكر حضرتك فندم. نتوقف لفاصل، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج ضفاف، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تتواصل في مدينة أصيلة شمالي المغرب تتواصل فعاليات النسخة 45 من منتدى أصيلة الثقافي الدولي في دورته الخريفية. نعم رشيد، وتشهد هذه الدورة تنظيم لقاءات فكرية وندوات تناقش دور المثقف وأهمية حوار الثقافات، طبعا إضافة إلى مواضيع راهنة. هذا صحيح. أيضا يشارك في الندوة نحو 300 مفكر ومثقف من دول عربية وغربية. نتابع مع مراسل شبكة تلفزيون العربي الزميل عبد الصمد شطيوي من أصيلة، نتابع معا فعاليات هذا المنتدى. نعم بالطبع، منتدى أصيلة في عامه 45 وفي دورته الخريفية يناقش عددا من القضايا ذات الوقع والارتباطية الثقافي في المجتمعات العربية، يناقش دور النخب العربية في المهجر من التحديات والأدوار المنوطة بهم، كذلك يناقش بعض القضايا الشائكة المتعلقة بالهجرة وبالحدود وبالمسارات الشائكة التي يمكن أن ترسمها هذه النقط، خاصة ما يتعلق بأفريقيا. ناقش أيضا مواضيع تتعلق بالديمقراطية والقضايا العادلة، وأيضا ناقش مسألة الحركات الدينية وعديد القضايا والنقاشات الأخرى. كذلك هناك فقرة جد هامة في برنامج منتدى أصيلة لهذه الدورة، وهي خيمة إبداع. فيها سيتم تكريم وجه وروائي ومثقف وكاتب وسياسي مغربي كبير، هو محمد الأشعري. بالطبع عدد من النقاط التي استعرضها المنتدى في هذه الدورة سنناقشها تباعا، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. النخب العربية في المهجر عليها مهمات كبيرة في التواصل مع داخل الأوطان، في التفاعل، في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية العادلة، وأيضا في تحسين مستواها وأن تكون عامل إيجابي كجسر للتواصل مثلا بين الضفتين المتوسط بالنسبة لأوروبا. أجيال جديدة من المهاجرين العرب، مثلا الإخوة المغاربة الموجودين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، هم في الغالب من المجموعات المتعلمة التي تسهم إسهاما كبيرا في أثناء تواجدها في كندا وأمريكا الشمالية. ونتمنى أن تقوم هذه الجاليات العربية المصرية اللبنانية المغربية بدفع عجلة النمو في بلدانها الأصلية بطريقة أكثر نجاعة من الحال من الوقت الحالي. المثقف هو صانع التصورات وصانع الأفكار، وهو الذي يستطيع أن يحلل الواقع لكي يشرعه، لكي ينظر إلى ما يمكن تجاوزه فيه، وبالتالي فهو دائما له هذه النظرة المستقبلية، كيفما كان الحاضر في أي صورة مثالية بين قوسين كان. فالمثقف هو الذي يحلل هذا الواقع وينطلق إلى ما هو ما يتصور بأنه أرقى منه.
بالطبع منتدى أصيلة في دورته الخريفية هذه ما زالت ندواته مستمرة، نحو 300 مثقف كاتب ومفكر يشاركون في هذه الدورة من دول مختلفة، من المغرب، من سوريا، من البحرين، من السعودية، من بريطانيا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من عديد الدول التي تتقاسم مع المغرب وتتقاسم مع هذه الدول عددا من النقط الثقافية والاستشكالات التي يبحثها المفكرون والأدباء في ندواتهم وفي لقاءاتهم الثنائية والجماعية. بالطبع لمزيد من النقاش بشأن النقط الأخرى التي أثيرت ضمن هذه الدورة في منتدى أصيلة، يسعدني أن نستضيف السيد توفيق اللوزاري. سيد توفيق، مرحبا بك على قناة العربي. بداية، تابعنا الندوة أدوار النخب العربية في المهجر، تحدية الأدوار. لو نبدأ من هذه الجزئية، ما الأدوار المنوطة حاليا بالمثقف إن صح التعبير في تعبيره الشامل أو في معناه الشامل؟ يعني هل هناك أدوار جديدة أم ما زال المثقف هو الذي ينتج الثقافة فقط ويتوارى لصالح رجل آخر أكثر نشاطا على الميدان؟ شكرا. المثقف بطبيعة الحال هو رسول رسالة، يحمل رسالة إلى المجتمع، يتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه والذي ينقل إليه أفكارا وخبرات جديدة. ندوة اليوم لما تحدثت عن النخب العربية في المهجر، فهي تتحدث عن نخب وجدت يعني مكانا مناسبا لتطور فيه ذاتها ولتسقل فيه كذلك مواهبها ولتبرز فيه أو إنتاجها الغزير. إذن هذه التحديات هي تكمن كذلك في كيفية إيصال هذه الأفكار وهذه الثقافة وإدماجها داخل المجتمعات الحاضنة، على اعتبار أن هذه المجتمعات الحاضنة ليست من نفس المورفولوجيا الثقافية ولا تحمل نفس الإرث الثقافي، إنما تتفاعل معه. في ظل السياقات التي يشهدها العالم الآن، تشهدها المجتمعات والتحولات الكبرى، هل المثقف اليوم يختلف عن المثقف الأمس؟ لا يمكن أن نقول أو نجازف بأن نقول أن المثقف اليوم يختلف عن المثقف الأمس، لأن الظروف تغيرت وبالتالي سيرورة المجتمع والمجتمع ديناميكي في أصله ليس مستقرا على نمط ما. لما بدأت تجربة موسم أصيلة منذ 45 سنة، كان هناك صراع الأقطاب اليمين اليسار، صراع فكري بين الفكر الشرقي الفكر الغربي إلى آخره، وكانت أصيلة محطة للقاء والحوار وفتحت مجالا لكي تتقارب فيه هذه الأفكار وتجلس مع بعضها وتفهم بعضها وتحترم بعضها الآخر. فرؤية مؤسسة منتدى أصيلة منذ أول موسم هو فتح هذا المجال وصقل هذه الخبرات الثقافية، ولا أقول إدماجها مع بعضها، ولكن أن تستأنس ببعضها البعض وأن تتفاعل مع بعضها البعض لكي تنقل الرسالة الثقافية عبر ربوع، أولا المغرب قاريا كذلك، إقليميا ودوليا. يعني بالطبع تراهنون على تبادل ثقافي بين هؤلاء الفاعلين، رجال الثقافة من كل حدب وصوب بالطبع. لكن نقطة أخرى، هل في ظل السياقات الحالية، هل قدر المثقف أن يعيش صراعا ربما في بعض الأحيان غير متكافئ أمام السياسي؟ طبيعي، لأن المثقف الكلاسيكي رهين بالثقافات التي ورثها والتي ربما تكون هناك صعوبة في تطويرها وفي تجديدها. والسياسي يختلف، السياسي يتفاعل مع الوضع الآني ومع رؤيته للمستقبل لحل المشاكل والمشاكل اللي قد تطرح داخل محيطه. فإذا المثقف والسياسي هما وجهان لعملة واحدة، لكنهما يختلفان من حيث أدوارهما، قد تكون متكاملة، لا أقول أنها يعني متجانسة ولا أقول أنها متنافرة، ولكنها ممكن أن تكون متكاملة، لأن تطور أو أي مجتمع لما يتطور هو يتطور كذلك سياسيا اقتصاديا وثقافيا بالأساس. هذا ربما ظهر أيضا على مستوى الندوات، يعني تقريبا أكثر من 5 ندوات تقريبا إلى جانب الفقرات الأخرى التي تغني البرنامج، ندوات كلها يتقاطع فيها الثقافي، يتقاطع فيها الجيوستراتيجي، نقسم الهجرة، نقسم أدوار النخب، نقسم
تناقشون أيضا عدد من القضايا المتعلقة بالحركات الدينية وتأثيراتها والمسارات الشائكة التي يمكن أن تطرحها مثل هذه الملفات الساخنة صح التعبير بإيجاز. لو أردنا أن نضع توصيفا في المرحلة لما يجب أن يكون عليه المثقف، كيف يجب أن يكون هذا المثقف ومن الأدوار التي يجب أن يلعبها في عالم متغير وظروف لم تعد مستقرة بمكان؟ ربما سنضطر للعودة إلى المثقف في العصور القديمة، المثقف الشامل، المثقف الشمولي الموسوعة الذي كان يكون طبيبا وفلكيا وفيزيائيا وأديبا وشاعرا. الآن أصبح دور المثقف أن يكون ملما على الأقل بكل ما يدور في الساحة من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية ومن التحولات الاجتماعية التي تدور داخل المجتمع لكي لا يغرد خارج السرب، لكي يكون يعني منسجما مع الوضع القائم. وهذا ما تحرص عليه ندوات مؤسسة منتدى أصيلة. ندوات منتدى أصيلة هي فرصة للقاء نخب متجانسة ونخب متفاعلة وعندها رغبة وفائدة، الرغبة في أن تفيد وتستفيد من طرح الملفات الشائكة والملفات الساخنة. إذن المثقف الشامل بنوع من الحرية ومن نوع من الاستعداد كذلك لمناقشة ولتقبل الأفكار الأخرى. يعني بمعنى المثقف الفاعل في بيئته، في محيطه، في وطنه وحتى في إقليمه، وهذا ما لاحظناه في ندوات، وهذا التبادل وهذا التقاطع وهذه الرؤى وأيضا هذه الرسائل إلى الأطراف الأخرى من أجل حوار ونقاش وتبادل ثقافي بين جميع الأطراف. شكرا جزيلا سي توفيق الوزاري الأمير المساعد لمنتدى أصيلة على هذا الحضور، شكرا على هذه المشاركة. بالطبع منتدى أصيلة في دورة هذه متواصل بعديد الندوات التي يشارك فيها عدد من الكتاب والمثقفين والمفكرين أيضا الذين يحاولون تقريب أولا وجهات نظرهم لمفهوم وأدوار المثقف، وثانيا يحاولون أن يجدوا نقطة تقاطع لتلاقح وحوار ممكن بين ثقافات في مختلف دول المعمورة. الزميل عبد الصمد شطيوي مراسل شبكة التلفزيون العربي من أصيلة المغربية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمتابعة ما تبقى من فقرات برنامج لفاف، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في هذه الفقرة التي تدخلنا عوالم الكاتبات والكتاب. اليوم ندخل عالم الكاتبة والفنانة التشكيلية رشا عدلي، وهي روائية مصرية من مواليد القاهرة عام 1972، حاصلة على شهادة عليا في تاريخ الفن التشكيلي من أكاديمية لايم للفنون، وباحثة في تاريخ الفن وعضو في الرابطة العالمية لمؤرخي الفن في بريطانيا. لها الكثير من المقالات الأدبية والفنية في مجالات ثقافية عربية وأجنبية. صدرت لها عدة روايات، هي صخب الصمت عام 2010، الحياة ليست دائما وردية عام 2013، ورواية الوشم عام 2014. كذلك صدرت لها روايات نساء حائرات وشواطئ الرحيل ورواية شغف التي وصلت عام 2017 إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية. من رواياتها كذلك آخر أيام الباشا الصادرة عام 2019، وعلى مشارف الليل عام 2020، وقطار الليل إلى تل أبيب عام 2021، وآخر إصداراتها رواية أنت تشرق أنت تضيء إنني، التي حصلت عمليا على جائزة كتارة للرواية العربية في نسختها 9 العام الماضي. في هذه الفقرة تكشف الكاتبة رشا عدلي عن طقوسها في الكتابة وعن الأسئلة التي أثارتها في روايتها الأخيرة. نشاهد ونستمع لرشا عدلي. هي
الكتابة بالنسبة لي اختلف معناها من قبل كده عن دلوقتي. الأول كان ممكن أعتقد أن الكتابة هي شيء مهم جدا في حياتي، لازم أمارسه كل يوم، طقس يومي. إنما دلوقتي الكتابة أصبحت بتتلبسني، يعني حتى أثناء، يعني أنا أحيانا ما بكتبش بورقة وقلم وما بيبقاش معايا لابتوب عشان أكتب، وببقى مثلا في مكان ما ينفعش أكتب فيه، في ثقب وفي حياة وفي ناس ودوشة، أنا ما بعرفش أكتب في جو زي ده، بس بلاقي الأفكار بتتكتب في دماغي، يعني وأنا قاعدة كده الجملة بتتكتب قدامي وبشوفها كأنها على شاشة كبيرة جدا. وأول ما برجع البيت أو أول ما ببتدي أكتب فصل جديد من أي حاجة بكتبها، فبفتكر الموضوع ده. أنا عشان أكتب لازم أنفصل تماماً عن العالم، هدوء تام. دي ممكن تكون موسيقى هادية بعيد عن أي أصوات تكون ممكن تخليني إن أنا أتشتت الأفكار بتاعتي. كمان بيكون دايماً في الصباح الباكر الأفكار بتبقى لسه طازجة يعني، وابتدي أكتب. طبعاً أنت تشرق أنت تضيء هي رواية تاريخية بتتكلم عن فترة مهمة قوي في التاريخ المصري، الحكم الروماني، وكان فيها طبعاً كتير من الأحداث، وكانت أحداث قاسية جداً، وكانت ممكن تكون يعني أغلبية أحداثها زي ما بنقول إن هي مأساوية، فيها دمار، فيها حروب، فيها قتل، فيها خيانات، فيها صراعات. فحسيت ان المجمل بتاع فكرة الرواية ان من وسط كل الحاجات دي الانسان ممكن فعلا لو هو قوي وقادر ان هو يقاوم كل الحاجات دي في طاقة نور جواه. فاعتقدت ان انت تشرق انت تضيء هي هتكون العنوان ده، هو هيكون يعني حاجة مجاز للفكرة العامة بتاعت الرواية. يعني أنا طرحت كمية أسئلة يمكن فعلا كتيرة برضو في الرواية دي بجانب طبعا الفكرة الأساسية اللي هي بتتكلم عنها. أول حاجة كلمنا فيها أو كانت حاجة مهمة سرقة الآثار، يعني نعرف إن اللي هو مومياوات الفيوم في منها غالبا 900 في مصر بس منهم 4 أو 3. كمان كنت بتكلم فيه عن العاطفة والتعلق، ولما بيبقى فيه علاقة حب غير مناسبة أو غير متكافئة ما بين شخصين، إزاي ممكن إن إحنا نسيطر على مشاعرنا وقتها. لما رواية أنت تشرق أنت تضيء فازت بجائزة قطارة السنة اللي فاتت في الدورة 9 للجائزة، في الواقع أنا فرحت جدا. يمكن لو كانت أي رواية تانية هي اللي فازت أكيد كنت هبقى سعيدة، بس الرواية دي بالذات حسيت أن سعادتي مضاعفة مضاعفة، مرة لأن السعادة دي كانت مرة ليا قوي استحقاق بأن التعب والجهد وكده، تاني مرة الفرحة كانت أكتر أو السعادة أكتر علشان هذه الوجوه كانت تستحق إن هي تتعرف أكتر. يمكن إيه اللي بيميزني بجانب طبعاً إن أنا دايماً بختار الأفكار اللي ما كتبتش قبل كده، لازم في كتاباتي لازم تبقى فكرة جديدة بقدمها للقارئ، مش حاجة كتبت قبل كده، مش حاجة معروفة في التاريخ، ما هو التاريخ احنا كلنا اغلبه احنا عارفينه وقارينه. فدايما لما بيجي اكتب دايما بحاول ان انا اخد الحاجة مش معروفة او اتكتبش عنها قبل كده او مجهولة بالنسبة للقارئ. الرواية المصرية رشا عدلي. فقرتنا الآتية جولة ثقافية في عواصم ومدن عربية، انضموا إلينا.
إذن اختتمت في العاصمة تونس الدورة الخامسة من مهرجان سينما للفنون الذي شهد عرض أفلام متنوعة على امتداد 5 أيام. نعم رشيد، والمهرجان شهد تكريم المغنية سيزاريا إيفورا من جمهورية الرأس الأخضر من خلال عرض فيلم سيزاريا إيفورا الديفا ذات الأقدام الحافية للمخرجة البرتغالية أنا صوفيا فونسيكا. المهرجان يسلط الضوء على أفلام سينمائية تتطرق إلى الفنون الأخرى من الأدب والرسم إلى الموسيقى والموضة والتصوير الفوتوغرافي وحتى الطبخ أيضا. نعم، كما عرض المهرجان فيلما بعنوان حياة الشكل يتناول اللحظات المهمة في حياة ومسيرة الهادي التركي الذي يعد رائدا من رواد الفنون التشكيلية في تونس. نتابع. احنا المهرجان هذا في الدوره الخامسه نتاعو، بمعنى كل عام نقدموا هالمهرجان بالحاجات اللي يهتموا بالفن وبالثقافه. هذاك المحتوى نتاع المهرجان نتاعنا. فما دي روبريك، فما عندك على الموسيقى، على الرقص، على الاداب، على كل الحاجات اللي تهتم بالثقافه وبالفن. زاولت معهد الحياة، معهد كل لحظة، معهد كل مكان. هو الفيلم هو عمل مشترك متاع مجموعة كاملة بين منجين ومخرج وأصدقاء العائلة وأبناء الراحل. نحن بالفيلم هذا عملنا حبينا نحكيه على المسيرة الفنية الزاخرة متاع الفنان هادي التركي من نشأة من قبل الاستقلال من الفترة الاستعمارية بعد الاستقلال للتكوين متاع مدرسة تونس. وهذه كانت التجربة الأولى متاعه 50 سنة غلط معناها من اللي عملته يمثل نهج المقطع بحذان نهج باشا فيه مع جاكسون بولوك اللي هو زعيم أهل مدرسة جديدة متاع الأكشن بانتينج. شريط هذايا إعادة الاعتبار للفنان كان عنده وقع في الساحة الفن التشكيلي التونسية. حبينا نوضحوا شوية الصورة خاطر برشا عباد يعرفوا الهادي تركي بصفة سطحية. في السنوات الأولى معناها ما بعد 59 انه نلقاو عنده لوحات متاثره بالاكشن بانتينج. اختتمت في العاصمه المغربيه الرباط فعاليات الدوره 14 للمهرجان الدولي سماع الرباط الذي تنظمه جمعيه الاصاله لفنيي الامداح النبويه وموسيقى الاله. والمهرجان استقبل في امسياته على مدى 3 أيام في مسرح محمد الخامس وقاعة علال الفاسي منشدين ومجموعات تقدم فنون المديح والسمع. هذا فضلا عن فن موسيقى الآلة والطرب الأندلسي والموشحات وموسيقى تراثية صوفية مختلفة تمثل المغرب وتونس وماليزيا. نتابع المزيد في هذا التقرير. طن
تنظيم هذا المهرجان في هذا الإطار في دورته 14 بتوليفة تراثية مغربية أصيلة نجمع بين الفنون التراثية كلها، المديح والسماع، موسيقى الآلة، الموشحات، الملحون، وكذلك طرب الأندلسي. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظن الساكنة ساكنة الرباط وسلا، وكذلك باقي المدن المغربية التي يحجون المهرجان في كل موسمين بكليتهم للاستمتاع بتراثنا الأصيل. كنشكر هذه الجمعية الأصالة على هذا التكريم الذي هو تكريم الموسيقى الأندلسية ولرجالتها الذي كرسوا حياتهم في حفظها والحفاظ عليها. نعتبر أنفسنا سفراء، سفير ثقافي، سفير للفن، نتلاقح مع الشعوب، وهذا عشناه في الكثير من المحافل وكثير من المناسبات كانت عندها وقع في أنفسنا، وكانت محبة متبادلة مع شعوب أخرى وخاصة في المغرب نحن في بلدنا. نتابع، وعلى الرغم من مرور أكثر من 60 عاما على وفاتها لا تزال مارلين مورو أيقونة بارزة في الثقافة الشعبية على مستوى العالم، وهي التي قدمت 29 فيلما في مسيرتها، وصنفتها أو صنفها معهد الفيلم الأمريكي إحدى أساطير الشاشة النسائية العظيمة. أنا أتفق مع هذا المعهد بهذا التقييم، ولأنها كذلك تستضيف العاصمة البريطانية لندن معرضا فاخرا يعد الأول من نوعه في بريطانيا، حيث يعرض فيه 250 قطعة تمثل أكبر مجموعة خاصة من مقتنيات مارلين مونرو في العالم. والمعرض انطلق في 18 من أكتوبر الجاري ويقام في أرتشز لندن بريدج، ويستمر أو يستعرض مسيرة النجمة نورما جين بيكر وكيف تحولت إلى أيقونة السينما مارلين مونرو. نتابع. افتتحنا اليوم معرض مارلين، ولدينا 150 قطعة تحكي قصة حياة مارلين مونرو منذ ولادتها وحتى وفاتها، العديد من متعلقاتها الشخصية التي تم تخزينها منذ وفاتها، أشياء ثمينة مثل كبسولة زمنية لمدة 40 عاما. Well, it's not easy to explain, but I was. ليس من السهل شرح ذلك، لكنني كنت دائما متأثرا بموقفها وجاذبيتها. لقد كانت ضعيفة بعض الشيء وهشة، ولكن من ناحية أخرى قوية جدا وطموحة وشجاعة في العالم الذي يهيمن عليه الذكور في الخمسينيات، حتى أنها أسست شركة إنتاج أفلام خاصة بها، وهو ما أذهلني. أمل أن يفهم الناس شخصيتها المعقدة بشكل أفضل. ليست فكرتي مجرد تقديم الأشياء في واجهات العرض، الفكرة هي الشعور بمارلين، الشخص الحقيقي وراء الإنسان. لدى الناس فرصة للتعرف عليها بشكل أفضل وعلى المزيد من جوانب صورة الحسناء الشقراء.
I think the themes in this exhibition are. أعتقد أن المواضيع في هذا المعرض لا تزال ذات صلة باليوم. مارلين انتقلت من طفولة مضطربة وصعبة للغاية وبنت نفسها إلى إمبراطورية إعلامية وهي أشهر شخصية في العالم. وأعتقد أنه يمكننا أن نستمد الكثير من الإرهام من قصتها. فقد عاشت حياتها بالطريقة التي أرادت أن تعيشها، لم تكن لتصبح ربة منزل، أرادت أن يكون لها مهنة. وأعتقد أن هذا النوع من الإلهام لا يزال حيا هنا. ختام حلقة اليوم من ضفاف، نشكركم مشاهدين على المتابعة، على أمل اللقاء في الغد على شاشتكم العربي 2، وشكرا لك. شكرا رشيد، شكرا مشاهدين، تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.